مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الفار. طبعا البرنامج اللي كنحاولوا من خلاله نسلطوا الضوء على الحالات التحكيمية والقرارات التحكيمية في المباريات اللي كتعرفها منافسات البطولة الاحترافية، منافسات كأس العرش، كذلك المسابقات الإفريقية اللي كتشارك فيها الأندية المغربية سواء تشامبيونز ليغ ولا كأس الكونفدرالية، إضافة إلى مباريات المنتخب الوطني المغربي كالعادة. فكيحضر معنا في هذه الحلقة المباشرة الخبير التحكيمي محمد الموجه. محمد موجه، صافا لاباس عليك؟ اهلا وسهلا سي خالد، تحية ليك وتحية لكل المشاهدين الأوفياء. موجه، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة الجديدة. وأنا كذلك أرحب بك وكنرحب بجميع المشاهدين الأوفياء اللي نتمناو نكونوا عند حسن الظن ديالهم. مشاهدينا، قبل ما ندخلوا للمواضيع ديالنا فكنبغيو نتوجهوا بتعازينا الحاره باسم طاقم قناه شوف تي في لاسر ضحايا حادث مصنع مدينه طنجه، وكنقدموا لهم التعازي الحاره وكندعيوا للراحلين بالمغفره والرحمه. موجه، وانا كذلك سي خالد بدوري أتوجه بأحر التعازي لشهداء لقمة العيش بمدينة طنجة والأهالي ديالهم، الأسر ديالهم، الله يصبرهم، وما يمكن لنا إلا ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، وكذلك الأسر ديالهم، العوائل ديالهم، بالصبر، لأن ما يمكنش أنه الإنسان باش يفقد المعيل ديالو، يفقد الفلتر ديال الكبد ديالو في حادث مأساوي من هذا الشكل. ربما كانت الغزارة ديال الأمطار انه المفاجاه ديالها انها غلبات كل شيء. نتمنى ان من الناس ما يصدروش احكام اللي هي مسبقه، ويخليوا التحقيق انه ياخذ المجرى ديالو باش انه ترتب عليه الجزاءات. ما يمكنناش نبقاو دائما ان غير نصرحوا هكاك، وكتكون هناك تضارب مصالح. لان بلادنا في حاجه الى تضافر الجهود، في حاجه الى التآزر فيما بيننا، ما بقينا شيء قادين باش نشوفوا بحال هذه المسائل، ونخليو السلطات المحليه تاخذ الامور بجديه وتصدر الجزاءات ديالها في كل، وبالتالي انا نجدد العزاء الاسر وعوائل الضحايا، تغمدهم الله بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته، ان لله وانا اليه راجعون. بالفعل موجه، كنوجهوا التعازي لاسر الضحايا وكندعيوا للراحلين بالمغفره والرحمه. مشاهدينا، ندخلوا للمواضيع ديالنا ديال هذه الحلقه من برنامجكم الفار، والبدايه موجهه غتكون بمباراه المنتخب الوطني المغربي المحلي امام مالي، المباراه النهائيه في كاس امم افريقيا للمحليين. طبعا المباراه اللي شهدت انتصار المنتخب الوطني المغربي المحلي بجوج ديال الاهداف لصفر، والتتويج باللقب الثاني ديالو في التاريخ ديالو في كاس أمم إفريقيا للمحليين. فهني أن المنتخب الوطني المغربي بقيادة الحسين عموتة بهذا التتويج. أنا كذلك ما يمكن إلا نوجه خالص تشكرات للنخبة الوطنية وكذلك بكل الفعاليات ديالها اللي أبلوا البلاء الحسن، واللي واخا أننا كان عندنا شوية ديال التخوف من المباراة الأولى، ولكن ابتداء من المباراة الثالثة ديال أوغندا أنه خداو الأمور بجدية، وشفنا منتخب آخر، وشفنا تشكيلة أخرى، وشفنا واحد النديه، وشفنا واحد العطاء اللي كان متميز. تقريبا المنتخب المغربي كان من الفرق المتميزه في الدوره بدون استثناء، الشيء اللي خلى انه ياخذ الدرع ديال البطوله عن جداره واستحقاق بالاهداف، كذلك باحسن لاعب، باحسن هداف، باحسن حارس. هذا ما يمكن لنا الا نفتخروا بهذا الانجاز، ولو كاينين البعض اللي كيحاولوا يقللوا من القيمه ديال هذا الانجاز، لان ما يمكنش انه احتلوا، خصوصا الاشقاء الجزائريين اللي كيحاولوا ما يمكن يبخسونا الحق ديالنا ديال من الفرحه ديال الشان. فاذا كانت ان هذه لا تساوي شيء، لماذا انهم كيقدموا الترشيح ديالهم وخداوا العالم ديال الدوره ديال التنظيم ديال الدوره المقبله؟ فنتمنى ان كانت هناك انتصارات سياسيه، كانت انتصارات عسكريه للمغرب في القرقارات، واضفنا لها واحد الانتصار اللي هو تاريخي. فما يمكن الا نرفعوا القبعه نتاع انتصار رياضي تاريخي لكل مكونات النخبه الوطنيه، من الاداره التقنيه على راسها الخالق الحسين عموته، وكذلك الاداره التقنيه، اللاعبين، وكذلك الجامعه اللي وفرت الظروف الملائمه للنخبه الوطنيه باش انها مشات لابعد نقطه، وبالتالي هي الحصول على الكاس الشان والكاس الثاني على التوالي، وهي
ولات متساويه مع الار دي سي في عدد الالقاب اللي هو جوج ديال الالقاب. نتمنى اننا نحرزوا على اللقب الثالث بالاراضي الجزائريه ان شاء الله بحول الله، الا مشات بالتفكير ديال ناسسوا لها الثقافه ديال الانتصار والثقافه ديال الاكتساح. وربما الفروق الوطنيه راه ابلات البلاء الحسن، والسنه اللي مضى شفنا ان اربعه ديال الفروق كانوا في نصف النهائي ديال الكؤوس الافريقيه، فما يمكننا الا هذه النهضه الكرويه اننا نتمنوها، ونتمنى ان الفرق الوطنيه انها تزيد تجتهد باش انها تزيد تحصد مزيد من الالقاب على الساحه الافريقيه. موجه ندخلوا للمباراه والماتش ديال المنتخب المحلي امام مالي، والدقيقه نمشيو للدقيقه 87. هذه اللقطه اللي كانت مثيره للجدل، كان واحد اللقطه ديال انذار لمحمد بامعمر، الحكم شهر البطاقه الصفراء لمحمد بامعمر، دخل الفار، خدا واحد الوقت الحكم من بعد منا سحب هذيك البطاقه الصفراء وشهر البطاقه الحمراء في وجه اللاعب ديال المنتخب المالي. قبل ما خالد قبل ما نتكلموا على الحاله التحكيميه واللي حاولنا ناخذوا غير، لان كانوا حالات تحكيميه اخرين ولكن غير البرنامج ما بغيناش نفصلوا اكثر، بغينا نوقفوا على اهم الاحداث اللي كانت تحكيميه في النهايه ديال هذا الاسبوع. فالمقابله قادها الحكم بيتر واويرو واللي خالف كل التوقعات، لان انا بالنسبه لي كانوا حكام احسن منه في هذه الدوره، واللي ابلوا البلاء الحسن لا محمود البنا من مصر ولا صادق السليمي اللي من تونس ولا اليوم اللي كان من الكاميرون. المهم خالف كل التوقعات، يمكن تمنحت له الفرصه باش يقود هذا النهايه، وكان بمساعده ديال بيتر شيريوت من كينيا، ولاول مره ان الحضور ديال المراه اللي هي كارين فومو من الكاميرون كانت كما حكمه مساعده ثانيه، وكانت اثيوبيا قبل منها اللي قادت مقابله في هذه الدوره. وهذا كيدخل في اطار السياسه ديال الفيفا اللي كتحاول ما امكن انها باش تعطي واحد الفرصه للعنصر النسوي باش يكون حاضر في التظاهرات العالميه. وحنا شفنا البرازيليه اللي كانت في كاس العالم للانديه اللي قادت المقابله، فما يمكننا الا ندعموا العنصر النسوي، ما يمكننا الا نعطيه الفرصه ديالو. نتمنى ان كذلك العنصر النسوي هنا في المغرب انه تتاح له الفرصه كذلك وتعطاه الامكانيات باش يمكن له يبرز، لانه مازال واحد الماده خام. بالاضافه الى انه كان التواجد ديال التقنيه ديال الفار كان جانيسي كازيو كذلك تيسيما من اثيوبيا، فهاد الحاله كان تدخل ديال الفار لانه حاول ما يمكن باش يصحح واحد الوضع، لانه الطاك اللي دار بامعمر وخا داروا بجوج رجلين انه ما صابش اللاعبين، لما اللاعب صاماكي من 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 مالي هو اللي ارتكب الاعتداء على بامعمر وداس على شوفي ديال بامعمر. انا بالنسبه لي كان شويه تعطل فيها بيتر واويرو، لان تقريبا خمسه ديال الدقائق هو كيحاول انه باش يعاود اللقطه اللي الشيء اللي كان وقت طويل بزاف، وانه منح اللاعب المالي الانذار الثاني عاد طرده. انا بالنسبه لي اللاعب المالي كان يستحق عقوبه انضباطيه ورقه حمراء مباشره، لان بالسلوك اللي دار انه السلوك العنيف انه ما بغاش يلعب الكره، وانما ارتكب سلوكا عنيفا ضد اللاعب علي بامعمر وداس له على الشوفيه ديال اللي كان ممكن انه يصيبه بها، ولكنه صحح اصابه بالغه اللي كان ممكن انه يطبق له الشوفيه ديالو. خالد انا بالنسبه لي انا الملاحظه اللي لاحظت انه كانت عنده مونك دو فيكساسيون على الخطا، كذلك الحكم مساعده ثانيه كان تاخر في المشاهده ديال اللقطه والحسم فيها مباشره. المساله الثالثه هو انه وجه الانذار الثاني باش طرد صاماكي، بينما صاماكي من مالي كان يستحق عقوبه انضباطيه اكثر اللي هي الورقه الحمراء اي الطرد. الاداء بالمجمل ديال الطاقم اللي قاد المباراه ديال المنتخب المغربي امام مالي موجه، هو على العموم انه كان الحضور ديالو انه محترم في هذه المقابله، وتدخل الفار قبل منها في الدقيقه 78 كان في حديث مع لانه احتجوا الماليين على اعتبار ان اللاعب بامعمر ارتكب مخالفه في هذه انه قفز وضرب الكره بالراس ديالو دون ان يرتكب اي مخالفه. كانت الدقيقه 53 واللي كذلك تدخل فيها الفار وخدات واحد الوقت كبير في المعاينه ديال اللقطه، لانه كانت هناك واحد الطاكل على اللاعب رحيمي، ولكن اللاعب ديال مالي كان مشى لعب الكره هي الاولى عاد اصطدم باللاعب رحيمي، ما كانش هناك ضربه جزاء. على العموم انا الملاحظه ديالي بالنسبه لي هو الفار يمكن الفار الذي يستعمل في الشان او اللي كيتستعمل هنا في البطوله الوطنيه ما كتكونش عنده الكاميرات الكافيه باش يعطينا الزاويه ديال الرؤيه اللي تكون اوضح واحسن باش يمكننا نحسمه في بعض اللقطات.
نتمنى انهم المسؤولين انهم يطوروا هذه التقنيه، لان التقنيه وضعت من اجل حسم الجدل، من اجل تحقيق واحد العداله كرويه وتحكيميه في هذه المسائل. خالد نتمنى انه يتم التطوير ديالها وتتم اضافه ديال الكاميرات وتتم وضع بشكل جيد باش يمكن لنا تعطينا واحد الاضافه اللي تكون مشرفه بالنسبه للبطوله الوطنيه ولكذلك في المسابقات الافريقيه. موجه على ذكر الفار وذكر العداله التحكيميه، كاين واحد التعليق ديال واحد المتتبع ديالنا بن عمر كريم اللي كيقول الفار كان في الكاميرون في النهائي ما بين المغرب ومالي وفي الدوره اللي شهدت من ربع النهائي تواجد ديال الفار وما كانش في ملعب رادس، كيعني المباراه الشهيره ما بين الترجي التونسي والوداد الرياضي اللي تظلم فيها اكيد فريق الوداد الرياضي في نهائي ديال الشامبيونز ليغ. لا هذه ما يمكنش نختلفوا فيها خالد، غير بالنسبه لي انا غير وكيشوف الامكانيات في الكاميرون. لا الامكانيات لا، حتى انت كتشوف انه لاكاف بقدها وبقامتها انها 32 مقابله وما قداش انها توفر لها الفار في الدور الاول اللي كانت فيه العدد الكبير ديال المقابلات 24 مقابله فقط في 8 ديال المقابلات اللي كان حاضر فيهم الفار. هنا كتعرف بان كاينه تكلفه كبيره ديال الفار باش غادي يمكن هذاك، ولكن بالنسبه لي الملعب ديال رادس كانت فيه مؤامره. انا بالنسبه لي انا حيكت ضد الكره المغربيه، ماشي فقط ضد الوداد الرياضي، ضد الكره المغربيه لانه شحال ديال الناس وقف لهم في الحلق ديالهم هذا التطور ديال الكره المغربيه والحضور ديالها باستمرار في الادوار النهائيه من بعد ما غابت واحد الفتره معينه. فالفرق المغربيه وعات بالقيمه ديال المسابقات الافريقيه، بالقيمه التسويقيه ديالها، بالصوره اللي كتعطي الفرق من الناحيه الماديه اللي ولات هذاك، ولينا كنشوفوا واحد الحرب خفيه بالخصوص من الجيران ديالنا على الكره المغربيه وكذلك على رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، لان بتواجد المغرب ضمن المكتب التنفيذي للكونفدراليه، التواجد ديالو في اللجان، ولينا كنشوفوا حضور مغربي والفرق بقات كتنصف، ولو اننا مازال خصنا يزيد الحضور المغربي يكون اكثر حمايه المصالح. ما كنطلبوش حنا السعايه، ما كنطلبوش الصداقه، ما كنطلبوش الاضافه خالد، وانما كنطلبوا الحق ديال الفرق المغربيه، لانه ملي كتكون هناك عداله لابد ان باش غادي تتحقق، ولابد ان الفرق المغربيه لان شفنا في السنوات الاخيره دائما كتواجد في نصف النهايه والنهايه. شفنا فزنا بكاس الشامبيونز ليغ مع الوداد ولعبات جوج ديال النهايات، شفنا الكاف مع الرجاء والكاف مع بركان، بمعنى السوبر كوب شفناها مع 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 مع, مع, مع الوداد وكذلك مع الرجاء، ونتمنى نشوفوا هذه السنه مع نهضه بركان مع الاهلي، ونتمنى يكون التفوق في صالح الكره المغربيه. فهذا الشيء ما يمكن له الا يعطي واحد الاطمئنان للفرق المغربيه، ونتمناو كذلك الفريق الطاس اللي كيمثل الفرق القسم الوطني الثاني انه يمشي لابعد نقطه في كاس في كاس الكاف، لما لا تكون مقابله نهائيه بين الفرق المغربيه، اللي نتمنى انه من يتاهلوا لدور المجموعات نتمنى انه الكاف والقرعه الكاف ما تجمعناش الفرق المغربيه بثلاثه بهم في مجموعه واحده، لان نتمنى انه يكونوا في مجموعات باش يكون عندنا الحظوظ ديال التاهل ربع النهائي اكثر. فالمشاهد الكريم لو الاشاره ديالو للفار، نتمنى ان هذه الكولاسه ما تبقاش، وبالتالي انه السيطره ديال بعض الاتحادات الوطنيه اللي كتحاول انها تكولز وكتحاول ما امكن انها تضر بالكره المغربيه، انه نتمنى ان بالتواجد ديال الاطر المغربيه في المواقع ديال المسؤوليه انها باش تتكلم وتحمي المصالح ديال الفرق الوطنيه. موجه ان نعرجوا على منافسات ديال البطوله الاحترافيه في القسم الثاني، واحد المباراه اللي ثارت الجدل في الدوره سعود الدوره الماضيه اللي جمعت ما بين فريق الراسينغ البيضاوي وفريق ديال جمعيه سلاق، المباراه اللي احتضنها ملعب الابجيكو بمدينه الدار البيضاء، مباراه طبعا قادها الحكم حمزه الفارق بمساعده شطو وقنفود وعمر شداد كان حكم رابع، وفي الفار كان كل من بالبصري والحكم فرح. هذه المباراة هذه الحالة شهدت واحد الحالة مثيرة بزاف للجدل، دقيقة 18 كانت واحد النفزة من مدرب جمعية سلا موسانداو من بعد ما تعرض لواحد العبارات عنصرية في حقه، كان واحد ردة فعل من قباله، شفنا الحكم دخل وجه البطاقة الحمراء لموسانداو وكذلك وجه واحد الانذار للمساعد ديال المدرب ديال فريق الراسينغ البيضاوي.
السي خالد، غير قبل ما نهضر على الحاله ديال موسى نداو، ولا بد ان مدبنا اننا شيء بشيء اذكر، انا غير باش نربطوا القضيه ديال الفار. انا نتمنى انه الفار في المقابلات اللي حضر فيهم، في المقابله ديال القسم الوطني الثاني، كان حاسم ومؤثر في مجموعه ديال النتائج ديالها. بالنسبه لي انا بادره تحسب للناس المسؤولين في المكتب الجامعي اللي عطاو هذه الفرصه، ولكن انا بالنسبه لي كتبقى ناقصه، لان فرق ملاعب تستفيد وملاعب لا تستفيد في هذه المساله. انا بالنسبه لي لو انه كان تعمل مع الملاعب كامله، باش ما يمكن لنا ان حتى الفرق كامله انها تستافد من التقنيه ديال الفار ويكون الحضور ديالها، لان شفنا مجموعه ديال المقابلات، واخرها المقابله ديال وداد فاس والطاس، وكانت فيها ضربه جزاء اللي تحسبت في الدقيقه 54 بعد تدخل ديال الفار. لو انه ما كانش الفار كان ممكن نشوفوا حاجه اخرى. كذلك الفار في هذه المقابله اللي كتقول انه كتدخل في اربعه ديال الحالات تحكيميه، نتمنى انه الا كانت هذه القضيه انه تحاول تبذل المجهودات باش ان هذه الملاعب تأمروكا وتكون فيها الحضور ديال الفار، باش نضمنوا واحد العداله اللي ما يمكنش ان مثلا التنميه ديال الفرص ان تستافد الفرق ما غاتستافدش، باش يكون هناك مبدا ديال تكافؤ الفرص. وما يمكنناش ان احنا كنطالبوا بعداله مثلا من الناحيه الافريقيه باش تكون هذه المسائل واننا تكون في الملعب ديالنا. فهو نداء وطني بالنسبه للمسؤولين انه باش يحاولوا ما امكن انه تعمم هذه التقنيه، ولما لا انه واخا تم الاستئناف ديال البطوله الوطنيه للاستئناف ديال النخبه الاولى، انه تستمر هذه التقنيه، ولو انها غتكون مكلفه بالنسبه لنا، لان عطاتنا واحد الرونق، عطاتنا واحد المجموعه ديال التدخلات، مجموعه ديال الاهداف، مجموعه ديال ضربات جزاء فهاد المساله. فنتمنى ان المجهود اذا كان غادي يتوسع، وكانت هناك امكانيات ترصدات امكانيات ماليه، رغم انها كاينه امكانيات ماليه، ولكن انا بالنسبه لي عطات المفعول ديالها وعطات واحد التاثير على النتائج ديال المقابلات، وخلاتنا ان تحقق واحد العداله بالنسبه للمقابلات ديال القسم الوطني الثاني. بالنسبه لهذه الحاله، هو انا برودو ملي كنت كنتابع المقابله، كانت واحد رد فعل هستيري من لاعب مصنداو، لان بالنسبه لي من اللاعبين اللي ميزوا الكره المغربيه بدايه التسعينات، واللي تابعته عن قرب، اللي بصم، اللي كان من اجود اللاعبين الاجانب في البطوله الوطنيه في بدايه ديال التسعينات، اللي كانت في الاوج ديال التالق ديال فريق الوداد الرياضي، واللي كان ضم الصوت ديالي في نبد كل اشكال العنصريه وكل اشكال ديال التمييز، اننا كننبدوها واننا ضدها هذه المساله. وخير دليل على ذلك هو السياسه العامه ديال البلاد اللي كيجسدها صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله، واللي اولا كيفاش انه اعطى الافارقه ومنح الافارقه كيفاش انهم يعيشوا في وسط المجتمع المغربي، وكيفاش تعطاتهم الحقوق ديالهم. كذلك في التلقيح انه ما استثناهمش من التلقيح، بالنسبه لنا انه كمواطنين مغاربه حتى هما كيستافدوا من التلقيح رغم التكلفه الماليه ديالو. فما يمكنش ان يجي واحد الشخص مثلا ويعبث بهذه القيم ديال التسامح، بهذه القيم ديال المواطنه، بهذه القيم ديال التعايش اللي كنعيشوها في المجتمع المغربي، ويجيب تصرف طائش انه يدير بحال هذا التصرف. لهذا ذلك وحتى فريق ونادي راسينغ البيضاوي، فهو برئاسه عبد الحق رزق الله ماندوزا، ادان هذا التصرف هذا اللي قام به اللاعب السابق للفريق والمستخدم الحالي بالملعب وملعب البيرجيكو، وتم التوقيف ديال هذا الشخص هذا على العمل ديالو جراء التصرف اللي قام به تجاه مصنداو. سي خالد، انا بالنسبه لي باش، لان هذه الحاله فيها مجموعه ديال المقاطع، غنحاولوا نمشيو مقطع مقطع غير باش نوصلوا مع المشاهد الكريم ونوضعوه في الصوره. انا مع البيان ديال الادانه ديال الشش ديال التصرف من طرف المكتب المسير لفريق الراسينغ البيضاوي، ولكن انا بالنسبه لي راه في اطار البروتوكول ديال كوفيد، لان الجمهور ما كاينش، وبالتالي انه الاشخاص اللي كيكونوا تما كلهم كيكونوا من مسؤوليه الفريق المستضيف، هو اللي كيكون مسؤول عن الاشخاص اللي كيكونوا في 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 المدرجات، لان ما نسمحش ان واحد يكون انا داخلين من مسؤوليتي ويدير تصرف بهذا الشكل اللي فيه عبارات عنصريه، عبارات حاطه من الكرامه ومن الانسانيه انها تصدر منه. المساله الثانيه خالد، حتى ملي غادي نمشيو للقانون ديال العقوبات، القانون ديال العقوبات غنلقاو الفصل 94
والصرعه قال المشرعي انه انه انتبه لواحد المساله انه بعد ما كيهضر على 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 الاداريين ديال الفريق والناس اللي كيكونوا مسجلين في الورقه ديال التحكيم والعقوبات اللي صدرت منهم عباره عنصريه، كيمشي في الفقره الثانيه وكيمشي حتى للسيبورتير، بمعنى حتى الجمهور، انه الجمهور ديال شي فريق معين الى تصرف ودار عبارات عنصريه في حق اي واحد، سواء كانت باللون، كانت بالجنس، كانت بالدين، او لا كانت بعد المساله كلها اللي كتكون فيها حاطه من الكرامه الانسانيه، يعاقب الفريق المحلي لان كيبقى مسؤول على الجماهير ديالو. كيمكن توصل العقوبات ل 30,000 درهم من الناحيه الماليه، وكيمكن تكون عندها عقوبات اخرى اضافيه الا كانت تمادت ذاك الجمهور ودار هذه المسائل هكا. فانا بالنسبه لي القانون العقوبات ولا المساله، بالاضافه ان حتى الفيفا ولا كذلك الانترناسيونال بورد دائما انه من الشعار ديالهم ملي كتلقى في الكتيب ديال التحكيم كيقول لك نو راسيزم تو راسي نو تو راسيزم، لا للعنصريه، بمعنى تجاوزنا هذه المساله. المساله الثانيه خالد، انا بالنسبه لي المصنف ان نسمع عباره، اسمح لي الا قاطعتك موزه، فالعصبه الاحترافيه فهي اكدات باللي موساندا وتعرض لهذا الامر هذا، واكدات باللي غترفع التقرير ديال المندوب ديال المباراه وكذلك ديال الحكم الجهات المختصه. لا هذه المساله ما يمكن حتى واحد يختار. انا بالنسبه لي كنشيد حتى بالتدخل ديال رئيس الجامعه اللي تكلم من الكاميرون مع موساندا، وكيفاش انها كانت المكالفه ديالو، وكيفاش ان طيبات الخاطر ديال موساندا راه كلشي موساندا كيحسبوه مغربي ماشي اجنبي، حتى 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 ماندوزا قال في التصريح ديالو موساندا راه معانا مغربي ماشي. شوف كلشي تفاجئ، كلشي تفاجئ بهذا الحادث. شوف خالد موجود. ان يكون موساندا ولا عثمان ديال الجديده ولا اللاعب اللي كاينين الناس لانهم كيعرفوا بانه بلد ديال التعايش، بلد ديال السلم، بلد اللي كيعطي الامكانيه ديال الاخر باش يعيش فيه ويربي وليداته ويعيش فيه في هذه المساله. فانا بالنسبه لي ماشي المشكل هو ان موساندا نعتبره سينيغالي ولا كان موساندا من التحق هنا بالمغرب دائما كيفتخر بمغربيته، كيفتخر بالانجازات ديالو اللي دار هنا في الكره المغربيه مع فريق الوداد الرياضي. فانا بالنسبه لي لان الجماهير المغربيه كلها تضامنات أكيد. مع موساندا بغض النظر على الانتماء الرياضي ولا كلشي، كلشي تعاطف مع موساندا وكلشي شاف بلي موساندا تعرض لهاد الامور اللي ما خصهاش تكون. شوف الا مشيتي واحد القضيه خالد، غير هذه القضيه هاد الحالات ما غير ما نضخموهاش حنا اكثر، راه وقعت غير في الشامبيونز ليغ، وقعت مؤخرا في الشامبيونز ليغ ديال باريس سان جيرمان مع الفريق التركي، وكيفاش انه الحكم الروماني اللي وقفاته الفيفا كيفاش تلفظ مع عبارات عنصريه في حق المدرب ديال هذاك اللي خلات تاجلت المقابله ديال 24 ساعه على الالفاظ اللي دار، بمعنى ان بالنسبه لي النبذ ديال العنصر كل اشكال العنصريه هو يونيفرسال، بمعنى عالمي هذه المساله وكوني. غير هو موجه، حنا ما بغيناش هذه تحول ظاهره في الملاعب المغربيه. لا هنا بالنسبه لي هنا مش كما كيقولوا واحد المثله في دارجتنا كيقول هنا كتضرب المربوط باش كيخاف السايب، لان هنا بالنسبه لي انا غتشوف الاجهزه الوصية. الجامعيه الوصيه على كره القدم الوطنيه كيفاش غتتعامل مع هذه الحاله، كيفاش غتزر مثل هذه الحاله، وكيفاش غتصرف مع هذه الحاله باش تعطي المثال لاي شخص اخر انه يفكر يتلفظ بعبارات عنصريه او مهينه او تقليل من الانسانيه ديال الاخر، لانه ما بغيتش نقول على المباشر نقول اللفظه اللي تقالت في الملعب، لانها بالنسبه لي حاطه من الكرامه وما يمكنش تصدر على هذا الشخص. انا ربما هذا الشخص اللي دار هذا التصرف الغير المسؤول، ان بالنسبه لي اولا يحترم الانسانيه ديال الاخر، يحترم التاريخ ديال هذا المدرب، ويحترم حتى التاريخ ديال الفريق ديالو اللي كيمثل كذلك المجتمع المغربي والمغاربه. لهذاك لان ما يمكنش هذا التصرف انه يتقبل في الملاعب المغربيه. المساله الثالثه خالد، انا بالنسبه لي اللي ما كانش مقبول هو رد الفعل ديال موساندا، وانا بالنسبه لي موساندا انه بعد ما انه تعرض لهذه العبارات العنصريه كان يسلك المسطره، كاين عندك المندوب، كاين عندك الحكم الرابع، لانهم سمعوا لانك انت في لو بون دو توش، انت جالس في دكه ديال الاحتياط، والحاله وقعت من المدرجات، بمعنى خصك تكون انت مركز مع داك، منين وقعت قدامك
كنتي تشاهد هاد الناس باش دير التقرير ديالك، لان رد الفعل اللي دار المصنع هو انك بقيتي كتحيد الحوايج ديالك، بقيتي كتلفظ بعبارات، لان ربما انه عبارات اللي غادي تنقل للحكم اللي غادي يكون عندها واحد الجزاء اللي غترقب عليه هو الورقه الحمراء. انا بالنسبه ليا هنا خصني نعرف ناخذ الحق ديالي. حنا شفنا المدرب الافريقي ديال الفريق التركي اللي كان في الشامبيونز ليغ ما ناتش سب الحكم، ما ناتش دار رد فعل ضد الحكم، وانما انهم سطروا ذاك المساله ديالهم وغادروا الملعب وداروا موقف، لان كان انا ممكن انه يديروا موقف للمساندا بتسجيل ديال الحاله، وكان ممكن انه يغادر كاع الملعب باش انها توقف هذه الحاله ويجدروا عليها. ولكن باش انك تتصرف امام امر الحكم، هنا كيكون الحكم مطالب باش انه يطبق القانون، لان ما مسموح لك، واخا تعرضتي انت لعبارات عنصريه ما مسموح لكش ترد بالمثل ودير مثلا انه يكون عباره تلفظ بعبارات اللي يكون فيها سب شتم وقذف مثلا بهذه المساله. هنا الحكم كان محرج باش انه خصو يطبق القانون، لان كان حتى عنده في لو بون دو توش، لان ما يمكنش واخا تعرضتي عبارات عنصريه خصني باش ناخذ الحق ديالك. دابا موجه هي بطاقه حمراء مستحقه، وانا غنمشي معها باش نفسرها. لان انا بالنسبه ليا هنايا كنتي تماركي، انت خصك تسجل الموقف ديالك وانك تعرضتي، لانك سمعتي العبارات العنصريه من لي كرادا من المدرجات، يعني انت راك داخل في 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 الدكه ديال الاحتياط لداخل، انت من الكرياج لداخل من لامان كورونت لداخل، يعني انت محسوبين هذاك ديال، يعني كانت كنتي تسجلها مع المندوب تقول له اسمع شنو تقال الحكم الرابع، لان هما اللي غادي ينقلوا للحكم وغتدعي الحكم باش تسجل الموقف ديالك، لان ما يمكنلكش تاخذ الموقف بداك الشكل هكاك ودير ذاك رد فعل بدون ما يسوقش، لان راه عندنا حكم اللي كيشهر على اداره المقابله، كيسهر على تطبيق القانون، وكيسهر على تطبيق القانون ديال الجامعه، لان حتى الحكم راه عنده اي تلفظ بعباره عنصريه ديك المسائل خصو ينقل بامانه للمسؤولين ديالو باش يمكن لها تاخذ العقوبات الزجريه في هذه المسائل. هنا انه المسانده وانه نفاعل ولينا كنشوفوا تحياد الحوايج وكذا، يقول لك يتبادل الكلام في هذا. هنا الحكم كان ملزم ودخل حتى في شنآن مع المساعد المدرب ديال ديال ديال, ديال, ديال الراك، كانت يمكن هنا منين جا الحكم راه غادي يسمع الحكم الرابع اللي غادي يكون هو اللي كنقلوا المسائل باش انه وجه الانذار للمساعد المدرب ديال الراك، وكان وجه الورقه الحمراء للمسانداو، لان انا على يقين بانه غيكون لابد تلفظ، كان هناك الفاظ اللي كانت خارج المالوف اللي تلفظات خرجت مسانداو باش خلات الحكم انه باش يتدخل ويشهر له الورقه الحمراء، لان في استتباب ديال الامن، لان تعرض انت مثلا لعباره عنصريه ناخذ لك الحق ديالك، ولكن ما تاخذش الحق بيديك، ما ديرش انت عبارات بكلمات نابيه مثلا في الدكه ديال الاحتياط، وبالتالي انها غتكون بحال اللي كنساهم في التسيب، كنساهم في الفوضى، كنساهم في، ما يمكنليش نتجاوز على هذه المسائل، وبالتالي انا غادي ننقل للجهات المختصه هذا الواقع اللي وقع. موجه كاين اللي كيقول باللي كان من 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 الافضل الحكم يعمل ولا يتجه بروح القانون في هذه الحاله هذه. لا شوف خليل، الروح ديال القانون هو انك تخلي انك انت منين تعرضتي للعبارات العنصريه ما خليتيش فرصه، انت انفعلتي السور بلاس وليتي كتحيد الحوايج وليتي كتلاسن مع واحد خارج لامان كورونت، خارج الكرياج، يعني في المدرجات، يعني لو انه كانت غير عندي، كانت عندي وقعت الحادثه في الدكه ديال الاحتياط كان دخل لاحظتي حتى الحكم هانت كيبقى بعيد، لان تفاجئ برد الفعل ووقعت الاخذ والرد، ووقع ذاك الفعل والرد الفعل ديالو. بالنسبه ليا الحكم ولا غير كيشوف، لان بالنسبه ليا خصك تسجل الموقف ديالك كمساندا، لان تبارك الله انت راك اطار وطني، اشتغلتي مع اعتد الفرق الوطنيه الوداد الرياضي كمساعد المدرب، معنا كتعرف هذا المثل، كنتي توقف وتسجل الموقف ديالك انك امام الحكم الرابع وامام المندوب، لان هما اللي غادي يساعدوك باش غيدونوا هذه العبارات العنصريه اللي تقالت في الدار ديالك واللي انك تنعتي بها باش يمكن لهم ينقلوها للجهات المختصه، ولكن ما يمكنلكش تاخذ الحق ديالك وتنوض ودير الفوضى في البوندوز، يعني ما كيبقاش الروح ديال القانون، لان الحكم ملزم باش يطبق القانون، لان وقعت عندك فوضى تماك ولا واحد الانسان بغى ياخذ الحق ديالو بيده، انا ما غنسمحش به هذه المساله. انا بالنسبه لي كان خصني نطبق القانون، بالنسبه لي مع الحكم حمزه الفريق عندما اشهر الورقه الحمراء وغادي يرفع التقرير ديالو للجهات المختصه باش يمكن لها تترونشي في هذه الحاله
ديال 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 الميز العنصري اللي تقالت في هذه المساله ويتاخذ المتعين مع الشخص المذنب. اكيد موزو حنا طبعا مع تطبيق القانون ومع ادانه هذه التصرفات العنصريه كذلك اللي كنتمناو ما تحولش لظاهره في ملاعبنا الوطنيه واللي كان ضحيه ديالها اكيد موساندا اطار وطني اللي المغاربه كاملين كيعتبروا موساندا مغربي. موجه نتوجهوا للتشامبيونز ليغ، فريق الوداد الرياضي غتكون عنده مباراه في دور المجموعات، هي المباراه الاولى امام كايزر شيفت الجنوب افريقي. بقى ما عرفناش هذه المباراه هذه واش غتلعب في التوقيت ديالها اللي سبق الاتحاد الافريقي برمجو، ولكن الكاف هو عين صادوق سليمي من تونس بمساعده مواطني خليل الحساني ويوسف الجامي ويسري بوعلي لقياده هذه المباراه هذه. شنو رايك انت موجه في الطاقم التحكيمي اللي غيشرف على قياده هذا اللقاء؟ هو ان المقابله ديال الفريق الوداد الرياضي نتمناو له كذلك انه يمشي لابعد نقطه في هذا الدور ديال المجموعات. وصادق السليمي يعتبر من اجود الحكام اللي كاين في القاره الافريقيه، ليالله كان حاضر في الشان وكان قبل منها كان في لاكان حاضر، يعني انه كاين عنده واحد الحضور. انا بالنسبه لي ما عنده زهر بل كيمشيش لابعد نقطه في هذه التظاهرات، ولكن بالنسبه لي كقيمه تحكيميه انه من الناس المحترمين في الافريق بالتحكيم حكم مزيان قادر يخرج المباراه باب الامان، قادر يخرجها في المقابله، قادر باش يقودها باقتدار، لان تفرجت له مجموعه ديال المقابلات ديال صادق سليمي. نتمنى ان الفرق الوطنيه انا بالنسبه ليا تساعد اكثر، تركز اكثر على المقابله ديالها وما تديهاش في الحكام اكثر، وتخلي المسؤولين هما اللي يقوموا بداك الشان، ولكن العيبيه اللاعبين انهم يديوها في العطاء التقني داخل الملعب. حيت دابا موجه ولينا فيما كتقترب المباراه والتعيين ديال الحكام مباريات ديال الشامبيونز ليغ، سواء الوداد الرجاء ولا كذلك نهضه بركان في المسابقات الافريقيه، فيما كتقترب المباراه كاين تخوف من الجمهور المغربي تجاه التحكيم. شفنا في المباراه الاخيره ديال الوداد مع ستاد مالي في الشامبيونز ليغ، شفنا الحكم المصري اللي قاد المواجهه ديال الاياب في الدور الثاني كيفاش تعامل مع المباراه ومجموعه ديال الاخطاء اللي ما احتسبهاش الفريق الوداد الرياضي ومنهم ضربات ديال الجزاء موجه. لا هذه ما نختلفوش فيه، وربما راه حتى لاكاف راه خدات المتعين في محمد امين عمر، انما تمش التعيين ديالو المجموعه ديال المقابلات. انا غير بالنسبه ليا ما كنعيشوه في المغرب كذلك كتعيشوا حتى لاكاف. لاكاف انما فكراتش في اعداد الخلافه خالد بالنسبه للطواقم التحكيميه. شفنا واحد الاسماء فقط هي اللي كتردد تقريبا في هذه الخمس او الست سنوات الاخيره، دائما كنلقاو الحضور تيسيما سيكازوي اليوم وقاسما اللي هذاك زيد الحضور ولا هذا، حتى انهم استهلكت هذه الاسماء استهلكات ولات حتى الفرق والجماهير ما بقاتش كتقبل، بمعنى ما كانش هناك واحد الخريطه ديال الاتحاد الافريقي باش توجد واحد المجموعه ديال الاسماء، لان باش تعد الخلاف لهاد الاطر اللي دازت. الشيء اللي كيخليك ان ما كانش عندهم تصور في هذه المساله. نتمنى انهم من بعد الضجه اللي كانت وقعات ديال الرشاوي ديال التوقيف ديال مجموعه ديال الحكام منهم الحكم الغاني، باش انها ترجع الثقه للفرق الافريقيه، باش انها تمنح طواقم تحكيميه وتكون هناك المراقبه الصارمه في حق هذه الطواقم التحكيميه باش يمكن لها انها تضمن مبدا تكافؤ الفرص. موجه نمشيو للمباراه اخرى، هذه المره في كاس الكونفدراليه الافريقيه الدور 32 المكرر، مباراه فريق الرجاء الرياضي والمينستيري التونسي، المباراه اللي غيكون مباراه الاياب في الدور هذا ما بين الرجاء والمينستيري، اللي الكاف عين لها الحكم المثير للجدل واللي حكم المباراه ديال فريق الرجاء الرياضي وتونغيت السنغالي في تشامبيونز ليغ قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع. الحكم الجزائري الحلوب بن براهام غيساعدوا كل من محمد سراج ابراهيم الحملاوي وغيكون الياس بن قوصه حكم رابع. الحكم
اللي فشل في تدبير مباراة فريق الرجاء الرياضي وتونغيت السنغالي في الشامبيونز ليغ، شفنا ما أثر على إكمال المباراة، واخا كانوا هذوك البراك ديال الماء ما كانوش الظروف مواتية لإجراء مباراة في كرة القدم، ولكن هو أثر على إكمال هذه المباراة هذه. من موراها الكاف فهو عينه كحكم باش يقود مباريات ديال كأس أمم إفريقيا المحليين، مرة أخرى كيتم التعيين ديالو في مباراة ديال الإياب في كأس، هذه المرة في كأس الكونفدرالية الإفريقية ما بين الرجاء الرياضي والمينستيري، طبعا هذه المباراة اللي غتجرى في تونس. خالد، غير باش انه الحكم انه اثار الجدل في المقابله ديال اياب ديال الشامبيونز ليغ ديال الرجاء الرياضي والتونغي تونغي السنغالي، فالحلو بن براهم انه كان في المقابله في كاس افريقيا للمحليين، واللي قاد ثلاثه ديال المقابلات، منها المقابله ديال الترتيب بين غينيا والكامرون. والصراحه قال انه العطاء ديالو كان محترم في هذا في هذا في هذا الدوره. انا بالنسبه لي هنا الفريق الرجاء الرياضي انه المسؤولين ديالو هما اللي يسلكوا المسطره ديال 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 الاحتجاج. حيت اسمح لي لا قطعتك، حيت الرجاء الرياضي من بعد المباراه ديال الفريق مع تونغيت السنغالي، الاداره ديال الرجاء فهي احتجاج عند الكاف، ولكن الكاف واش ما راهاش هذا الملتمس هذا الرجاء كيحتج عليك حيت عينتي هذاك الحكم واللي كيشوفوا النادي باللي تسبب في الاقصاء ديالو من تشامبيونز ليغ، وكتجي مره اخرى كيجي الكاف مره اخرى وكيعين الحكم في مباراه اخرى في كاس الكونفدراليه اللي غيكون فيها الرجاء مره اخرى طرف. لا، هذه ما كنختلفوش في هذه المساله، ولكن انا بالنسبه لي الاجهزه ديال الكاف هو تسلك معها المساطير، بمعنى انا بالنسبه لي هذا الدور ديال المسؤولين الاداريين ديال فريق الرجاء الرياضي هما اللي مطالبين باش يسلكوا هذه المساطير، لانه حفاظا على المصالح ديال الفريق راه يمكن لنا نعترض على التعيين ديال واحد الحكم للجهات المختصه بالطرق القانونيه اللي كيخولها لي القانون في هذا وكاين لي فيديو وكاين لا انا غير بالنسبه ليا هنا كتشوف بان كتشوف حتى كيفاش كتمشي الامور بالنسبه للكاف، لان بحال اللي كندخلوا في ذاك اليد الذراع كان كما كيقولوا كان كم حاجه تنقضيناها بتركها، لانه لو انه كان راعي المصالح فريق تضرر من حكم يلاه في هذه شهر ونص مثلا كاملاش باش وقعت المقابله ديال الشامبيونز ليغ، انك في مقابله كان ممكن انه يكون الياس بن قواصه اللي دار المقابله ديال بركان هنا وكان ممتاز اللي هو حكم رابع معاه وكنا نتجاوزوا مثل هذه ردود الفعل، هذه الاحتجاجات، ويمكننا كما يقولوا كم حاجه قاضيناها بتركيا. ما فهمتش انا المسؤولين ديال الكاف كيفاش انهم كيركبوا دماغهم، كيفاش كتكون عندهم هذا اللي الذراع، وكندخلوا كيبغوا يدخلوا المصالح ديال الكاف في متاهات في غنى عنها الكره الافريقيه، حيت موجه باش ما ندخلوش في السياسه ديال التخوين وفي السياسه ديال الكلاسه، في السياسه ديال هذه المسائل اللي ربما تضر بالكره الافريقيه. حيت موجه دابا ملي كتشوف الواقعه ديال فضيحه رادس قبل سنتين في تونس، وملي كتشوف الاقصاء ديال فريق الرجاء الرياضي من الشامبيونز ليغ هذه ثلاثه ديال الاسابيع، وكتشوف التعرض كذلك ديال الوداد الرياضي مع استاد مالي لحسن الحظ فاللاعبين ديال الوداد الرياضي قدروا يحسموا التاهل، كتشوف هذه الامور هذه، الجمهور المغربي ولا تيقول لك ولا كيشوف في الكاف كيستهدف الكره المغربيه، كيعين حكام مثيرين للجدل باش ربما يتجه نحو اقصاء الفرق المغربيه، هادشي اللي كيشوف الجمهور المغربي ده. شوف انا معاك في هذه القضيه خالد، انا بالنسبه لي هنا الدور ديال الفرق المغربيه والدور ديال الممثلين ديال المغرب، لان راه عندنا عضو اللي هو السي فوزي القجع في المكتب التنفيذي ديال لاكاف، ولينا نائب ديال الرئيس، عندنا الليجان وعندنا اللجنه ديال التحكيم اللي فيها المدير الحالي ديال المديريه ديال التحكيم يحيى حدقه اللي في 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 اللجنه ديال التحكيم، نتمنى ان هاد الشكايات توصل للجهات المختصه، لانه كما قلت لك انا بالنسبه لي حتى من الاعلام ديال بعض الدول اللي كيستهدف الكره المغربيه ما بغاوش هاد النهضه الكرويه ديال المغرب اللي ولات كتواجد الفرق المغربيه باستمرار في الادوار المتقدمه ديال هذاك، وربما توجتها بكاس الشان، ونتمنى انه كان ان شاء الله ديال العام الجاي انه يتوج بها الفريق الوطني، فنتمنى ان الفرق المغربيه واللاعبين المغاربه يردوا في الملعب وما يحتاجوش لمثل هذه الكلاسات، انهم يكونوا سبوعه كما يقولوا سبوعه ديال الاطلس في الملاعب ويحاولوا يحسموا النتائج في الملعب دون الرجوع كما وقعت في المقابله ديال استاد مالي
رغم التغادي على ثلاثة ديال أو أربعة ديال ضربات جزاء من محمد أمين عمر، أنه الفريق الوداد استطاع أنه يحسمها على أرضية الملعب. هنا الدور ديال اللاعبين يكونوا مركزين من الناحية الذهنية، مجهزين من الناحية البدنية، ويحاولوا ما يمكن العطاء يكون على الارضيه ديال الملعب. هذا الشيء اللي كنتمناه موجه، وكنتمناه الانديه المغربيه المشاركه في المسابقات الافريقيه تاكد التوهج ديال كره القدم المغربيه من خلال التتويج الاخير ديال المنتخب الوطني المحلي بكاس امم افريقيا المحليين شان. وكنتمناو التوفيق لجميع الفرق المغربيه سواء الوداد في الشامبيونز ليغ ولا الرجاء الرياضي ونهضه بركان وكذلك فريق الاتحاد البيضاوي في كاس الكونفدراليه. موجه بهذا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا ديال هذا اليوم من برنامج الفار. كنشكروك على الحضور ديالك معنا، وانا كذلك كنوجه خالص التشكرات ليك سي خالد، وكذلك المخرج ديال الحلقه سي اسامه اللي دائما كيحاول باش يقدم الصوره في واحد الحله جميله للمشاهدين الاوفياء. ومن المنبر ديال البرنامج الفار ممكن لنا نوجه نداء للسي فوزي القجع، لان كاينين مجموعه ديال الحكام في عصبه سوس كيقولوا بانهم ما توصلوش بالدعم ديال كوفيد اللي خصاته الجامعه الملكيه المغربيه للعصب الوطنيه. نتمنى انه باش انه تولى العنايه والرعايه لهذا الملف، لان هذه اعتمادات خرجتها الجامعه تضامنا وتعاطفا مع الحكام ديال العصب، لان حاولت تخفف من الاثر ديال الجائحه عليهم. فاش باش يتعرف ان هذا رساله للسي فوزي القجع باش يعرف المآل ديال هاد الاعتمادات التي خصصت للحكام العصبه ديال سوس، وعلاش ما توصلوش بها او لا توصل طرف ما توصلش طرف. نتمنى انه تفتح بحث فهاد ما نقولوش تحقيق، بحث في هذه المساله، ونتمنى المعنيين بالامر انهم باش يتوصلوا بهذا المستحق، لانهم مجموعه ديال التلاميذ مجموعه ديال الطلبه اللي كيحاولوا ما يمكن يكرسوا حياتهم باش يخدموا التحكيم المغربي باش هما يستافدوا من هذه المنحه اللي خصتها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. شكرا لك موجه، تحيه لك، تبارك الله عليك. وانتم مشاهدينا فبهذا كنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الفار. نتلاقاو معكم في حلقه جديده والى اللقاء.